وسهلا بكم إلى مباراة المركز الثالث في بطولة العالم لكرة اليد تونس 2005، وهي المباراة التي تجمع المنتخب التونسي اليوم بنظيره الفرنسي هنا في صالة 7 نوفمبر بمدينة رادس في المجمع الأولمبي برادس. هذه المباراة هامة للفريقين باعتبارها آخر فرصة للفريقين للصعود على منصة التتويج. المنتخب التونسي الذي قدم مسيرة جميلة في هذه البطولة، والمنتخب الفرنسي صاحب الأمجاد وصاحب لقبين. هذا السؤال ممكن نسوقه أيضا على الفريق الفرنسي، هل من جهد بدني إضافي وإعطاء أكثر من ما قدموه اللاعبين؟ يسجل إذن وسام حمام أول هدف في هذه المباراة للمنتخب التونسي. أمامكم وسام حمام لاعب الترجي الرياضي التونسي، وتذهب الكرة الآن للمنتخب الفرنسي عند فرنانديز إلى كاراباتيك إلى بوردي. هناك تنبيه شفوي من الحكم على اللاعب المهدوي، لاعب النجم الساحلي رقم 3 سليم المهدوي، وكرة تذهب إلى أنكتيل وعلى مستوى الدائرة. يسجل الآن اللاعب جيروم فرنانديز لاعب فريق برشلونة الإسباني هدف لهدف في هذه المباراة. كرة عند هيكل مجنم إلى عصام تاج، ولكن هناك رمية حرة، هناك رمية حرة واستبعاد بدقيقتين على ما أعتقد للاعب الفرنسي، أو تنبيه شفاهي من الحكم على اللاعب الفرنسي، وكذلك كلام مع عصام تاج. أمامكم مكرم الجرو والصحب بن عزيزة، كلاهما لا يبدأ المباراة في السباعي الأساسي التونسي هذا المساء هنا. وكرة تذهب إلى ذاكر السبوعي، وخطأ لمصلحة ذاكر السبوعي وإنذار، وتذهب الكرة إلى بوسنينة إلى وسام حمام. وسام حمام ورمية حرة تونسية. كما شاهدتم الفريق التونسي يلعب بدفاع 3-2-1 لإيقاف والحد من تصويبات الخط الخلفي. طبعا في هذا الدفاع فيه صعوبة على الدائرة وصعوبة أيضا على الأجنحة. أما الفريق الفرنسي فيلعب 6-0 بالمواجهة، مواجهة اللاعب حامل الكرة. بين المنتخبين الفرنسي والتونسي مباراة أولى في الدور الأول انتهت بالتعادل، شهدت كذلك بعض الاندفاع البدني من الجانبين، وهناك تصريحات قوية كانت من جانب المدرب الفرنسي كلود أونيستا بخصوص اندفاع المنتخب التونسي، وربما هذا ما يزيد في أن المباراة اليوم قد تشهد إثارة إضافية. بينما هنا يسجل المنتخب الفرنسي عن طريق اللاعب كاراباتيك، تصبح النتيجة هدفين لهدف للمنتخب الفرنسي. وسام حمام يحاول، هناك رمية حرة ومراقبة لصيقة لوسام حمام من طرف اللاعب رقم 10، وهذا طبعا بعد ما كان الفريق الفرنسي عمل استكشاف على جيرو. إذن جيرو رقم 11 هو الذي يراقب وسام حمام الكابتن الجديد للمنتخب الفرنسي في غياب جاكسون ريتشاردسون، بينما ذاكر أسبوعي يسجل هنا من الجناح، والنتيجة متعادلة بهدفين لهدفين. مثلما هناك جماهير تونسية غفيرة اليوم، هناك أيضا جماهير فرنسية ازداد عددها منذ تأهل المنتخب الفرنسي إلى المربع الذهبي. نعلم بأن السفريات والرحلات بين فرنسا وتونس يومية، ولم يكن هناك أي مشكل في حجز مكان للقدوم إلى تونس ومساندة المنتخب الفرنسي بالنسبة للجماهير الفرنسية. وهذه المواجهة تعيد إلى الأذهان ذكريات المواجهات الرياضية بين تونس وفرنسا دائما، وكانت كثيرا ما تشهد الكثير من الإثارة والندية وأيضا السخونة الرياضية.
تذهب الكرة إلى بوردي، بوردي إلى كرباتيك، والحارس الزهاني، الحارس الزهاني يبعد هذه الكرة، سليم الزهاني حارس الترجي الرياضي يبعد هذه الكرة، وكرة دائما تونسية فرنسية، فرنسية نعم، خسارة تونسية، خسارة تونسية، و وسام بوسنينة ويسجل، يسجل من الجناح اثر هجمة معاكسة. النتيجة 3 لتونس 2 لفرنسا، المباراة لا زالت طويلة وكل شيء ممكن. المنتخب الفرنسي يريد على الأقل العودة إلى باريس عاصمة الأنوار بالميدالية البرونزية، بينما المنتخب التونسي يريد إكمال هذه الفرحة التي أدخلها للجماهير التونسية بهذا المردود الإيجابي. وهنا انذار مثل ما نشاهد، ووسام بوسنينة في لقطة مع اللاعب، لاعب الدائرة الفرنسي جيريك كيرفاداك، والكرة رمية حرة للمنتخب الفرنسي. سنشاهد مع المنتخب الفرنسي، سنشاهد تقلبات تكتيكية وتغيير تكتيكي في هذا الشوط الأول والشوط الثاني، كما شاهدناه يلعب بتغييرات كبيرة ويجبر الفريق المنافس للتأقلم، غالبا التأقلم ل والتأقلم مع الهجمات السريعة. وسليم المهدوي أو سليم نعم سليم الهدوي عفوا يضيع هذه الهجمة، والحارس أمير يتدخل ويتصدى بتعلق لهذه الكرة. تبقى النتيجة 3 لتونس 2 لفرنسا. هيكل مقنم عنده الكرة إلى الكابتن وسام بوسنينة، إلى مروان بالحاج، هيكل مقنم، وسام بوسنينة، مروان بالحاج، وسام بوسنينة، وتمريرها إلى عصام تيز، ولكن هناك خطأ، هذا جاكسون ريتشاردسون بعد أكثر من مسيرة حافلة وبعد لقبين عالميين يغادر بعد هذا المونديال المنتخب الفرنسي، بينما المنتخب التونسي يواصل تسجيل الأهداف، وعصام تاج هو الذي يسجل هنا. هيكل مقلم نعلم جميعا بأنه يلعب في فريق سيليستا الفرنسي، بينما وسام حمام يقطع هذه الكرة إلى الهجمة المرتدة الآن ويسجل، يسجل في مرمى الحارس تيري أوميير. تصبح النتيجة 5 أهداف لـ3 للمنتخب التونسي. الدفاع التونسي قوي صلب، يقلق كثيرا تحركات المهاجمين الفرنسيين. هذا أوليفييه جيرو إلى كاراباتيك، إلى جيروم فرنانديز، كاراباتيك إلى بودري أو بوردي، سيدريك بوردي، ويخسر الكرة المنتخب الفرنسي. وهيكل مقنم صانع الألعاب إلى عصام تيز، عصام تيز تمريرة، ولكن أوليفييه جيرو أوقف هذه الكرة للمنتخب الفرنسي. أمر لا بد أن نتحدث عنه في سياق هذه المباراة. قبل المباراة كانت هناك تحية من الإذاعة الداخلية لصالة 7 نوفمبر برادس، وتحية من الجماهير التونسية للمدرب حسن أفنديتش مدرب المنتخب التونسي. كانت هناك وقفة وتحية كاملة لهذا المدرب على ما قدمها من القامة الشيء الكثير، ولا من الإمكانات الشيء الكثير، ويقول إذا بقيت في تونس فيمكن أن تنتظروا منتخبا مونديالياً تونسيا آخر بنفس هذه القوة وبنفس هذه العزيمة والإصرار على التألق. وما دمنا نتحدث عن التألق، سليم الزهاني الآن
يعترض سبيل هذه الكرة هذا الحارس الذي لم يشارك كثيرا في هذا المنتخب. التونسية وقفت وصفقت لهذا المنتخب الشاب بعد خسارته أمام إسبانيا. الجماهير التونسية تعتقد أن المنتخب التونسي قدم ما عليه وأكثر في هذا المونديال، وهذا لا شك أنه أراح اللاعبين كثيرا ليقدموا اليوم هذا الأداء بكل هذه السلاسة وبكل هذه الراحة. ممتاز جدا من الفريق التونسي الذي أي فريق يضغط عليه. رمي الجزاء فرنسية الآن، ويدخل الحارس مروان ميغيس حارس الملعب النابلي ابن مدينة تقع بجانب مدينة نابل التي احتضنت الدور الثاني، وهي مدينة بنخيار، مدينة عريقة في كرة اليد التونسية. وأول كرة لهذا الحارس، وأمامنا اللاعب جيروم فرنانديز يضيع الفرصة، كرة فوق المرمى التونسي، ويعود الآن سليم الزهاني، بينما مروان مقايس يتلقى تحية كل من على دكة الاحتياط التونسي. الجماهير التونسية الآن تشتعل بالتشجيع لهذا المنتخب، والكرة عند هيكل مقلم عصام تاج، عصام تاج إلى وسام بوسنينة، وسام بوسنينة يحاول، وديدي دينار، وخطأ للمنتخب التونسي ورمية حرة. وسام حمام، هيكل مقلم، هيكل مقلم يحاول أن يمرر لعصام تاج، ولكن الكرة بين أقدام اللاعب ديدي دينار تذهب إلى وسام حمام. مرة أخرى رمية حرة أخرى، هذا أمامكم ديدي دينار أفضل مدافع فرنسي في هذه التشكيلة الزرقاء. وهيكل مقنم تسرع نوعا ما، ولكن ذاكر أسبوعي ينفرد بالحارس الآن ويسجل، يسجل للحارس أميات. يمكن أن نقول أن المنتخب الفرنسي دخل فترة من الارتباك الآن. الفريق الفرنسي طبعا هو مهزوم الحين بستة أهداف فارق، ولكن للفريق الفرنسي لأنه يلعب للفريق الفرنسي كذا ورقة ممكن يكسبها بعد حين. واللاعب نرسيس دخل الحين، لاعب نرسيس يقدر يصوب من بعيد وهو قوي جدا، يلعب فيه ارتباك، فيه ارتباك نوعا ما في الهجوم للفريق الفرنسي وحتى في الدفاع كمان. هذا هو هدف ذاكر أسبوعي الأخير في مرمى الحارس أومير. النتيجة 10 لتونس 4 لفرنسا، والمنتخب التونسي يتقدم بستة أهداف كاملة، والكرة عند هيكل مقنم إلى وسام بوسنينة الآن. هيكل مقنم يحاول أن يمر إلى وسام بوسنينة، اندفاع وهدف من وسام بوسنينة. المنتخب التونسي يقدم أداء ممتاز في الهجوم. هل الفريق الفرنسي، هل الدفاع للفريق الفرنسي ملام واستراتيجيا يضاد، يمكن أن يضاهي الهجوم؟ إسبانيا ستحاول أن توقف هذا التألق الكرواتي في أول نهائي لها في تاريخ بطولة العالم لكرة اليد. تعود الكرة للمنتخب الفرنسي، وهدف الآن من ميكائيل بيجو لاعب فريق مونبيليه. تصبح النتيجة 11-5. منذ حين كلود أونيستا المدرب الفرنسي واضح جدا أنه كان غير مرتاح بالمرة وغير سعيد بالمرة بهذا الأداء للمنتخب الفرنسي، قسمات وجهه كانت تدل على ذلك كابتن. ولاحظوا العمل الذي يقوم به ذاكر أسبوعي، هو يلعب جناح للفريق التونسي في الهجوم، وتراه دائما يساعد. 11-5، أكثر من 20 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، والمنتخب الفرنسي يحاول أن ينظم أوراقه من جديد، ولكن هذه التصويبة من غيوم جيل، غيوم جيل لاعب فريق هامبورغ الألماني، لا تجعل الأمور سهلة بالنسبة للمنتخب الفرنسي ولا تحسن أمور المنتخب الفرنسي حتى الآن. صاحبي بن عزيزة ينضم إلى التشكيلة الأساسية الآن. كرة إلى هيكل مقنم، وسام بوسنينة. المنتخب التونسي يلعب منقوص من وسام حمام،
ما زال امامه دقيقه تقريبا و15 ثانيه للعوده الى اللعب، وكره عند وسام بوسنينة ورميه حره. مسك الختام اليوم لمونديال 2005، وكرة تذهب إلى نارسيس، واندفاع بدني كبير جدا من نارسيس، دانيال نارسيس الذي يلعب في الدوري الألماني مع فريق جيمرسباخ، ويسجل هذا اللاعب باندفاع كبير. اللاعب نارسيس خطير جدا، ولاحظنا أمس أنه سجل كذا هدف في الشوط الثاني، وكان من أحسن لاعبي الفريق الفرنسي. أنا لاحظوا أيضا العمل الذي يقوم به ذاكر الأسبوعي دائما، لاحظوا أن الدفاع دائما واحد متقدم على ديجو، متقدم على لاعب صانع الألعاب أو على ظهير، وهذا ما يجعل الفريق التونسي يلعب دائما بصعوبة أمام الفرق الفرنسي. والملاحظ هو أنه الفرق التونسي يلعب بخمسة لاعبين فقط. كرة تذهب للمنتخب التونسي على مستوى الدائرة، ويكسب المنتخب التونسي رمي الجزاء لعصام تاج. عصام تاج رمي الجزاء للمنتخب التونسي، ووسام حمام يعود ومعه يأخذ كرة المباراة ليذهب مباشرة إلى رمية الجزاء. يعني عودة ليست أفضل من هذه، يعني الكرة في يده لتسجيل هدف، ولكن أوميان يتصدى، يعني لاعب يدخل مباشرة لتنفيذ رمية الجزاء أفضل ما يكون يعني، ولكن لا يثبت الحارس المرمى، شاط مباشرة، والتصويب المباشر في هذه الحالة ولو كان قويا، الحارس ممتاز وله خبرة كبيرة على الصعيد العالمي. طبعا لازم تثبيته أول حاجة، أول شيء تثبيت الحارس والتصويب بعد ذلك. كرة للمنتخب الفرنسي نارسيس، ودخول قوي من المهاجم نارسيس، دخول خاطئ من المهاجم، والكرة تبقى للمنتخب التونسي. إذن كرة أخرى، النتيجة 11 لتونس 6 للمنتخب الفرنسي. نحن نلعب في الدقيقة 24، ورمية حرة تونسية الآن. هيكل مقنم، مروان بالحاج، مروان بالحاج مرة ثانية إلى صانع الألعاب هيكل مقنم، إلى ذاكر السبوعي هيكل مقنم، تمريرة ممتازة إلى عصام تاج، ولاعب الدائرة يضع الكرة حيث يجب أن تكون، والهدف 12 للمنتخب التونسي. لاحظوا دائما تغيير المراكز بين حمام وذاكر السبوعي، وهذا التغيير مراكز أعطى أفرته للمرة الثانية. المنتخب التونسي دائما بفارق 6 أهداف الآن، وكرة عند دانيال نارسيس، دانيال نارسيس ورمية حرة، واستبعاد بدقيقتين للاعب مروان بالحاج. مروان بالحاج لاعب النادي الإفريقي 23 سنة، طوله 1.96 سنتيمتر، بينما يدخل ذاكر أسبوعي الآن مكان هيكل مقنم كذلك في الدفاع، والتشكيلة التونسية منقوصة ومحاولة ورمية جزاء للاعب جيوم جيل، ومحاولة من اللاعب ميكائيل جيجو ويسجل. تصبح النتيجة 12-7 الآن. والمنتخب الفرنسي الآن دفاع رجل لرجل على كامل المنطقة، لأن الفريق التونسي ناقص عدد، يلعب بخمسة فقط، وهنالك زيادة عددية طبعا تعطيه الفرصة باش يتقدم، ولكن المنتخب التونسي يضغط، ولاعب المنتخب التونسي يضغطون دائما على الفريق الفرنسي ولو كان هو متفوقا عدديا في الدفاع. رمي الجزاء لصاحبي بن عزيزة لاعب فريق دانكيرك 26 سنة، هو الذي سينفذ رمية الجزاء أمام الحارس أوميان.
وهدف هدف آخر للمنتخب التونسي. 13-7 النتيجة. فارق 6 أهداف دائما للمنتخب التونسي. قبل تقريبا 4 دقائق ونصف لنهاية الفترة الأولى للعب، بينما أنكيتيل إلى اللاعب ميكائيل جيجو، والمنتخب التونسي يخسر هذه الكرة بتسرع وتذهب إلى دانيال نارسيس. فرصة كانت للمنتخب التونسي لكسب فرصة أخرى للتسجيل، وأنكيتيل يضيع الكرة ووسام حمام خيرا يفعل يهدئ اللعب. هذا المطلوب. الفارق للمنتخب التونسي الممثل العربي الوحيد لكرة اليد العربية في هذا الدور الثاني، ومحاولة تونسية ولكن هناك رمية حرة لذاكر السبوعي. لاحظوا من دفاع هذا اللاعب ممتاز جدا. تذهب الكرة للمنتخب التونسي عند هيكل مجنم إلى وسام بوسنينة، وسام بوسنينة إلى صحبي بن عزيزة، والدفاع موجود إلى عصام تاج، عصام تاج إلى وسام حمام، مراوغة وهدف، نظرة لكامل الوضع الدفاعي، مراوغة. يمكن أن نقول أنه سجل الهدف بذكاء كبير لأنه شاهد الثغرة وشاهد تمركز الدفاع وذهب مباشرة إلى الثغرة وسجل. ممتاز. 14-7 للمنتخب التونسي. 7 أهداف الآن فارق، بينما اللاعب كرباتيك يسجل. نيكولا كرباتيك لاعب فريق مونبيلي الفرنسي، 20 سنة فقط لهذا اللاعب. تصويبة قوية ويسجل في مرمى سليم الزهاني. 14-8 الآن. ثانية وكرة عند كرباتيك إلى كامبي الآن، كامبي إلى كرباتيك، دانيال نارسيس، كرباتيك، يحاول كرباتيك وتمريرة ممتازة والثغرة موجودة، ويسجل اللاعب جيوم جيل لاعب فريق هومبورغ، يسجل الآن. عمره 28 سنة هذا اللاعب. دخول في الثغرة وتسجيل للهدف 9 للمنتخب الفرنسي الذي يلعب الآن بمراقبة رصيقة على المنتخب التونسي، ويكسب هذه الكرة وتعود الكرة إلى ميكائيل جيجو، وهجمة سريعة وهدف آخر. 14-10 كنا مع فارق 8 أهداف للمنتخب التونسي، يصبح الفارق الآن قبل دقيقة واحدة في صالة 7 نوفمبر بمدينة رادس، بينما هيكل مجنم عنده الكرة إلى وسام بوسنينة، مراوغة لوسام بوسنينة إلى هيكل مجنم، تمريرة وتبقى الكرة تونسية، واستبعاد بدقيقتين للاعب ديدي دينار لاعب فريق ريال سويداد الإسباني. إذن كل من المنتخب التونسي والفرنسي يلعب منقوصا من لاعب الآن. وسام بوسنينة، هيكل مجنم، ومقطوعة ولكن تعود إلى وسام حمام الآن. وسام حمام وخطأ هجومي ضد وسام حمام، دخول قوي من وسام حمام. تعود الكرة للمنتخب الفرنسي، كرباتيك والحارس الزهاني يتصدى. تعود إلى وسام حمام، وسام حمام يحافظ على هذه الكرة، الصحبي بن عزيزة. وسام حمام ربما آخر فرصة الآن، آخر فرصة، ورمية حرة للمنتخب التونسي. ما زال في عمر هذا الشوط الأول 10 ثواني فقط، 10 ثواني، بينما انذار وكرت أصفر لكلود أونيستا. متشنج كلود أونيستا نوعا ما اليوم في هذه المباراة. نعلم أنه مأمورية كلود أونيستا منذ مسك المنتخب الفرنسي وأخذ بزمام الأمور ليست مأمورية صعبة، خاصة وأنه يخلف اسم كبير هو المدرب دانييل كوستانتينيا الموجود في تونس كمحلل لإحدى القنوات الرياضية، والمدرب الشهير السابق للمنتخب الفرنسي والذي أحرز معه على بطولتين عالميتين.
إذا ينتهي الشوط الأول. الجزيرة الرياضية في كل مكان، مرحبا بكم إلى الشوط الثاني من مباراة تونس وفرنسا، مباراة المركز الثالث هنا في بطولة العالم 2005. والشوط الأول انتهى بنتيجة 14 هدف مقابل 10 أهداف فقط للمنتخب الفرنسي. إذن أسبقية تونسية بأربعة أهداف في الشوط الأول كان أغلبه للمنتخب. سنة يتصدى لهذه الكرة التونسية، يبقى الفارق 3 أهداف للمنتخب التونسي. أوميار يتحدث في الخلف مع المدرب كلود أنيستا حول الدفاع، بينما الكرة هجومية فرنسية عند كاراباتيك. كاراباتيك ومحاولة للاختراق، واختراق ناجح وتصويبة قوية. والمنتخب الفرنسي في بداية هذا الشوط الثاني أفضل من المنتخب التونسي. المنتخب التونسي ناقص لاعب طبعا، بخمسة لاعبين يصعب مهمة صعبة لتصدي فريق يلعب بكل روح ويقدر يسجل من أي مكان. ويعود الآن عصام تاج. لماذا يتأثر المنتخب التونسي؟ لأنه عصام تاج لاعب عنده القيمة الكبرى في المنتخب التونسي على مستوى الدائرة وعلى مستوى الدفاع، وهذا اللاعب يعني يقدم في أداء بدني ومجهود كبير جدا على مستوى التصدي للمهاجمين الفرنسيين. وهذا صحيح جدا. بينما هنا خطأ ضد ذاكر أسبوعي في الهجوم ويخسر المنتخب التونسي الكرة، ثم كذلك المنتخب الفرنسي يخسر هذه الكرة، خسارة من هذا الجانب. وذاك المنتخب التونسي تعود له الكرة مرة ثانية بعد أن خسر غريغوري أنكتيل أمامكم، أحد الذين سيبتعدون عن المنتخب الفرنسي بعد هذا المونديال. ولاحظنا أنه عصام ادخال ثاني على الدائره من وسام حمام، لانه لا يبقى، لانه عندهم لهو مراقبه لصيقه، واحسن ما اعمل هو ان يدخل على الدائره لتثبيت الدائره وراء، ولكن لابد ان نغنم يغتنم هذه الفرصه مع بوسنينا. كره لذكر اسبوع الى هيكل مغنم. هيكل مغنم ورميه حره للمنتخب التونسي. هذا غريغوري أنكتيل امامكم، ووسام حمام يبحث عن تصويبة أخرى، ووسام حمام يصوب ويسجل. يبحث عن التصويب، واضح جدا من خلال يعني اندفاعه ناحية المدافعين، كان واضح جدا أنه يبحث عن الكرة وعن التصويب. وتلاحظون أن عصام تاج له دقيقتين ودقيقتين لا يلعب في الدفاع، يستغل في الهجوم فقط، وذاكر أسبوعي أخذ مكانه متقدم في الدفاع. كاراباتيك ويدخل في الثغرة ويحصل على رمية جزاء فرنسية. النتيجة 17-14. حسن أفنديتش وكذلك التحكيم الدنماركي أمامكم، وكاراباتيك في اللقطة الأخيرة. وحسن أفنديتش يتحدث إلى مروان مقايس الحارس المنتخب التونسي، وقدم مع مكرم الميساوي الكثير من المباريات الممتازة هذا الحارس. ويتصدى مرة أولى وثانية، يتصدى للاعب ميكائيل جيجو. نجاح واضح من مروان ميقايس في هذه اللقطة الأخيرة. حسن أفنديتش أعطى التعليمات، مروان ميقايس يبدو أنه نفذ التعليمات بحذافيرها لمعرفة حسن أفنديتش بهذا اللاعب. والآن هدف فرنسي من الجناح عن طريق اللاعب رقم 14 وهو كريستوف كامبي أمامكم. كريستوف كامب لاعب فريق تولوز هو الذي سجل الهدف الذي يعيد المنتخبين إلى هدفين فارق للمنتخب التونسي. الجماهير الفرنسية تساند بدون انقطاع، بمثابرة الجماهير التونسية كذلك. والمركز الثالث هو الرهان هنا، وعصام تاج لاعب الدائرة يؤكد كل ما قلناه حول هذا اللاعب عصام تاج. 25 سنة، لاعب فريق سيريستا الفرنسي، متر و87 سنتيمتر،
لهذا اللاعب لاعب الدائرة، بينما الكرة عند نيكولا كراماتيك، والحكم يبعد مروان بالحاج لدقيقتين ويأمر برمية جزاء للمنتخب الفرنسي. لاحظوا التمريرة من وسام حمام ولاعب الدائرة عيسر تاج، بينما هذا هو الهدف الأخير للجناح الفرنسي ميكائيل جيجو. وكرت أحمر بالحاج لأنه أخذ ثلاث مرات دقيقتين. إذا انتهت المباراة لمروان بالحاج اللاعب التونسي. مروان بالحاج أذكركم بأن هذا اللاعب لاعب الإفريقي التونسي، 23 سنة، متر و96 سنتيمتر، واحتفل قبل يومين بعيد ميلاده 24 في 4 فبراير، بينما هنا سيدريك بوردي يسجل هدفا آخر من رمية جزاء للمنتخب الفرنسي. المنتخب الفرنسي دائما في هذا الشوط الثاني بنفس السيناريو على بعد هدفين فقط من صاحب الأرض والجمهور. ساخنة جدا لآخر لحظاتها، بينما كنتم تشاهدون لقطة تبين ماذا يعني أن يكون المدرب يوجه لاعبيه، ولكن أيضا من الناحية الأخرى يهيئ الاحتياطيين للدخول في أي لحظة. ولاحظنا ذلك مع حسن فانديتش الذي كان يتكلم مع الصحبي بن عزيزة في هذه اللحظات التي يغير فيها طاقم التحكيم هذه الكرة، واسمها في مونديال تونس الكرة المغناطيسية. الاندفاع البدني من المنتخب التونسي مطلوب في الوقت الحالي، اندفاع بدني 100%. كرة لهيكل مجنم إلى وسام بوسنينة، الدفاع الفرنسي قوي، واستبعاد بدقيقتين للاعب نيكولا كراماتيك، استبعاد فيه الكثير من الذكاء بالنسبة للاعب وسام بوسنينة، لأنه هو الذي يعني جعل هذا اللاعب يخطئ ويرتكب هذا الخطأ، هو الذي استفز إذا أمكن أن نقول هذه الكلمة المدافع نيكولا كراماتيك لارتكاب الخطأ، وبالتالي استبعاد بدقيقتين، بينما أوميار يستعيد الأنفاس. وهذه إحدى الفرق الموسيقية الفولكلورية التونسية موجودة على المدرجات، أجواء حافلة هنا في صالة 7 نوفمبر. ووسام حمام، وسام حمام يطير كالحمام، وسام حمام يطير كالحمام، يسجل. نلاحظ يعني تصويبة رائعة من هذا اللاعب الذي ينتظره مستقبل كبير. 21-19 النتيجة، نعود إلى فارق الهدفين، ونحن قد دخلنا الآن النصف الثاني من الشوط الثاني، آخر 15 دقيقة في المباراة، والحارس الزهاني يتصدى، ولكن حاول أن يتصدى، ولكن الهدف كان للمنتخب الفرنسي عن طريق ميكائيل جيجو، وسيدخل الحارس مروان ميجايز حسب ما نشاهد من كلام لأفانديتش مع مروان ميجايز على حافة الملعب. لأنه الفريق الفرنسي يلعب 5 لاعبين، وشفتوا ولاحظنا بإمكانه أن يسجل، هذا ممتاز من الفريق الفرنسي. وهذه اللحظات بالنسبة للمنتخب التونسي هي لحظات وسام حمام الساعد القوي، صاحب الأكثر من 70 هدفا الآن، 70 هدف قبل هذه المباراة. وسام حمام يؤكد هذه الإمكانات الكبيرة، وإدخال الوقت في الوقت الحالي اللاعب جرو، وهذا ممتاز جدا، أشرنا إليه احنا من الشوط الأول وقلنا هذا اللاعب بإمكانه أن يعطي نفس جديد للفريق، لأنه يلعب في أي مركز كان، ولم يشارك كثيرا مع المنتخب في هذا المونديال، وأعتقد أنه مش يعطي إضافة كبيرة جدا من ناحية البدنية والجسمانية وأيضا الاندفاع البدني. والهدف لم يحتسب للمنتخب الفرنسي، شاهدنا ثنائي التحكيم يصر على بداية العملية الآن وإعادة تنفيذ هذه العملية للمنتخب الفرنسي. النتيجة 22-20، كرة فرنسية عند بودري، بودري إلى دانيال نارسيس الآن أو جوال أباتي، إلى بودري، سيدريك بودري، ويسجل من تصويبة قوية.
22-21. وكرة لصاحبي بن عزيزة ويخسر الكرة المنتخب التونسي. الحارس داودا كارابوي حارس فريق مونبلييه تصدى لهذه الكرة، وتعود الكرة للمنتخب الفرنسي الذي يبحث مرة أخرى عن التعادل. بودري إلى غيوم جيل إلى كامب، وهناك رمية حرة. كريستوف كامب إلى بودري الآن، وهناك خطأ ورمية حرة أخرى للمنتخب الفرنسي. أكثر من 18 دقيقة لعب الآن. كريستوف كامب أمامكم إلى غيوم جيل إلى أوليفيي جيرو، وأوليفيي جيرو والمنتخب الفرنسي يخسر هذه الكرة لأن أوليفيي جيرو خرج من الملعب، بينما على المدرجات تشجيع كبير للمنتخب التونسي تفسيره أن المنتخب التونسي قدم ما عليه وأكثر بالنسبة للجماهير التونسية، ولذلك هي تسانده مساندة غير مشروطة. وتذهب الكرة الآن إلى هيكل مجنم، هيكل مجنم إلى ويسام بوسنينة، هيكل مجنم ويسام بوسنينة، ويسام بوسنينة يحاول ولكن هناك رمية حرة. عصام طيش في الرمية الحرة، ويسام بوسنينة، هيكل مجنم. مرة أخرى المنتخب التونسي والأنظار تتجه إلى الملعب وإلى هذه التصويبة، وويسام بوسنينة أخفق في المحاولة الأخيرة. كرة للمنتخب الفرنسي، أوليفيي جيرو، أوليفيي جيرو إلى كاراباتيك يراوغ، واستبعاد بدقيقتين، استبعاد بدقيقتين للاعب سليم الهنوي لاعب النجم الرياضي الساحلي 21 سنة أحد اللاعبين الشبان. وسليم الهنوي استبعاد بدقيقتين، ورمي الجزاء للمنتخب الفرنسي المنفذ هو سيدريك بوردي. وسيدريك بوردي متر و95 سنتيمتر 30 سنة لاعب فريق جيمرسباخ الألماني. ومروان مقايس يأخذ هذه الكرة، مروان مقايس يتصدى لهذه الكرة، الحارس الذي دخل في الدقائق الماضية. والمدرجات تشتعل بالتصفيق والتشجيع للمنتخب التونسي. الآن نحن على أبواب الدقيقة 21 في هذه المباراة وفي هذا الشوط الثاني تحديدا. وكرة عند هيكل مجنم، الصحبي بن عزيزة، الصحبي بن عزيزة إلى اللاعب ويسام بوسنينة ورمية حرة. أمامكم كذلك جماهير منتخب الديك، الديك الفرنسي الذي يحاول هنا أن يكسب الميدالية البرونزية مثل ما فعل في البرتغال 2003، ولكن أمامه هذا المنتخب التونسي الذي يلعب بعزيمة كبيرة. وكرة دائما تبقى للمنتخب التونسي، رمية حرة أخرى، ويسام حمام وتصويبة متسرعة، ويرفع يده اعتذارا لزميله الذي كان في الجناح وكان محررا من كل رقابة. بينما أوليفيي جيرو أمامنا يسقط على أرضية الملعب، رمية جزاء واستبعاد ويسام بوسنينة نهائيا، طرد اللاعب ويسام بوسنينة نهائيا، حالة طرد الآن. الوقت الحالي لابد من التركيز أكثر، والدقيقتين تلو الدقيقتين لا تعطي نتيجة، لابد من ان الفريق التونسي يهدأ ويمسك الملعب دائما ويلعب بكل هدوء، لانه لا داعي للخروج دقيقتين وممكن الفريق يهتز ويفقد قوته ويفقد توازنه في الملعب. ملعب بأربعة ضد ستة لاعبين وهذا خطأ في وقت الفارق فيه هو هدف وحيد. يخرج أوليفيي جيرو للتداوي والإسعاف،
جوال أباتي لاعب فريق ماجديبورغ الألماني في رمية الجزاء. مروان مجايز في حراسة المرمى. المنتخب التونسي انتهت المباراة بالنسبة للكابتن وسام بوسنينة، نفس الشيء بالنسبة لمروان بالحاج. وجوال أباتي يحاول ويسجل التعادل حاليا بين المنتخب التونسي والمنتخب الفرنسي. التعادل سيد الموقف في هذه المباراة المثيرة. سنعيش 10 دقائق أخيرة مثيرة بين المنتخبين، بينما هنا داودا كرابوي يتصدى لصحبي بن عزيزة. المنتخب التونسي يلعب منقوصا من لاعبين، يلعب منقوصا من لاعبين، وهذا صعب في هذه الفترة. نتمنى للمنتخب التونسي أن يمر من هذه الفترة الصعبة بأقل الأضرار. كرة للمنتخب الفرنسي ومن الجناح الآن، وهدف، هدف للاعب ميكائيل ديغو. أول أسبقية فرنسية في هذه المباراة بهدف، هدف سجله ميكائيل ديغو، وهذا كلود أونيستا أمامكم. بينما مروان ميجايس يدخل مع بقية زملائه ويحاول، يحاول وكاد أن يسجل، كاد أن يسجل، ورمية جزاء، رمية جزاء لمروان ميجايس حارس المنتخب التونسي. وهذا دائما ندرب عليه الصغار، مشاركة حارس المرمى عند نقصان العدد، ونعوده على مهارة التصويب بصفة عامة، وهو قادر على ذلك. ووسام حمام يسجل، ويمكن للجمهور التونسي أن يقول شكرا لمروان ميجايس، لأنه ما قام به مروان ميجايس هو المطلوب في حالة النقصان العددي، كما أشار إلى ذلك الدكتور عبد العزيز صفر. 23-23 في هذه اللحظات الصعبة، حارس المرمى التونسي هو الذي يمنح المنتخب التونسي هذه القوة المعنوية. المنتخب التونسي الذي كان يريد هنا خطأ مهاجم، باعتبار أنه اللاعب ميكائيل ديغو كان مندفعا ناحية ذاكر أسبوعي، وهو ما رأى فيه المنتخب التونسي خطأ من المهاجم، دخول قوي، ولكن للتحكيم رأي آخر. على كل، نشاهد هذه هي اللقطة، اللقطة واضحة، اللقطة واضحة، ولكن دائما نقول الحكم على أرضية الملعب له الكلمة الأولى والأخيرة. دكتور، صح، هذا كلام سليم، ونلعب بضبط الأعصاب ونلعب بكل اندفاع وبكل روح، ونحاول أن نكسب المباراة نكسب المباراة بكل معناها ثبات. لازم تركيز أكثر، لازم هدوء أكثر من كل اللاعبين، وتجنب الدقيقتين يا كابتن. 24 لفرنسا، 23 لتونس. الجماهير الفرنسية تحتفل بهذه الأسبقية، والجماهير التونسية تساند أكثر الآن. والصحبي بن عزيزة إلى هيكل مجنم، إلى عصام تاج، ويحاول الاستدارة عصام تاج، ولكن ديدي دينار موجود. ديدي دينار، الاندفاع البدني هي اللقطة الأخيرة بين ديدي دينار وعصام تاج. قلنا بأن ديدي دينار يلعب في فريق ريال سويداد الإسباني. بينما الإذاعة الداخلية للملعب تدعو الجماهير التونسية الآن إلى التشجيع أكثر. المركز الثالث مطلب تونسي ملح وقوي، ورغبة تونسية كبيرة هنا للصعود على منصة التتويج. وإذا ما حصل هذا سيكون ذلك نتيجة إيجابية كبرى لتونس ولكرة اليد العربية. تذهب الكرة إلى وسام حمام، ورمية حرة أخرى عصام تاج. هيكل مجنم الآن، هيكل مجنم، ويسجل، يسجل. 24-24، تصويبة من هيكل مجنم، والحارس داودا كرابوي لم يقدر على التصدي لها. يجب الإضافة للفريق التونسي
إضافة اللاعب ذاكر الذي لازم يمر على الدائرة ويعطي أكثر حدود للفريق التونسي للتسويق. وذكاء ذاكر السبوعي وقيمة ذاكر السبوعي بالنسبة للمنتخب التونسي في هذه اللقطة. هذا هو ذاكر السبوعي كما يحبه الجمهور التونسي. هذا هو اللاعب القادر على قلب المعطيات بمهارة بذكاء وبعزيمة كبيرة. اسمه ذاكر السبوعي والكرة التونسية وتبقى للمنتخب التونسي. تبقى للمنتخب التونسي 25-24 و24 دقيقة و30 ثانية. وأترككم تستمعون إلى مدرجات صالة 7 نوفمبر للحظات قصيرة لتعيشوا هذه الأجواء. إذن تركتكم لتعيشوا هذه الأجواء. نحن ننقلكم في الجزيرة الرياضية إلى قلب الحدث منذ بداية المونديال التونسي هنا. ونحن في قلب الحدث بتفاصيله الصغيرة والكبيرة. حتى هتافات الجماهير ننقلها إلى بيوتكم. بينما كلود أونيستا وورقة الوقت المستقطع بيده في حين يسجل جويل أباتي ويمنح فريقه الفرنسي التعادل مرة أخرى. 25-25 في الدقيقة 25 ووقت مستقطع في سالة 7 نوفمبر برادس لمساندة المنتخب التونسي وللتمتع بكرة اليد في هذا المونديال الذي قدم مستويات جيدة. قدم كذلك يعني هذا غير مقبول عن قرار التحكيم بينما مشي بالكرة من وسام حمام وتضيع الفرصة عن المنتخب التونسي. تضيع الفرصة عن المنتخب التونسي الذي يعود للدفاع. ورمية حرة للمنتخب الفرنسي. الجماهير التونسية هنا في سالة 7 نوفمبر إلى الوقوف والمساندة في هذه الدقيقة الأخيرة الساخنة والمثيرة من عمر المباراة. كرة دائما فرنسية. كرة دائما فرنسية وكلود أونيستا. كلود أونيستا بعد هذا التدخل على اللاعب الفرنسي غيوم جيل. نلاحظ أنه لم يقبل قرار الحكم وهناك استبعاد بدقيقتين. سنشاهد لمن هذا الاستبعاد. استبعاد بدقيقتين. آخر 55 ثانية للمنتخب التونسي وللمنتخب الفرنسي. هل تكون ال 55 ثانية الأخيرة أم أنها ستكون 55 ثانية تذهب مهما كانت النتيجة اليوم؟ أعتقد أن دخول جرو هام جدا الوقت الحالي. وكرباتيك لا ينجح ولكن الحكم نيلسون يقول أن هناك رمية جزاء للمنتخب الفرنسي. رمية جزاء للمنتخب الفرنسي قبل تقريبا 41 ثانية. واللاعب ميكايل جيجو هو الذي سينفذ رمية الجزاء. ميكايل جيجو لاعب مونبلييه 22 سنة. وأمام مروان مقايس الحارس التونسي. وتعلق عليه الجماهير الآن أمال عريضة وكبيرة لإيقاف رمية الجزاء وتغيير في اللاعب المنفذ. يذهب جويل أباتي هنا لاعب ماغديبورغ الألماني ويسجل. يسجل. تصبح النتيجة 26-25. أذكركم بأن لقاء الدور الأول انتهى 26-26. لا أحد جالس هنا في صالة 7 نوفمبر برادس الآن. لا أحد جالس. وهناك خطأ والمنتخب التونسي يخسر هذه الكرة. يخسر هذه الكرة قبل 10 ثواني. وهناك قرار من الحكم
كارت احمر لوسام حمام نظرا لاحتجاجه على قرار الحكم الاخير. 26 25 باقي من الزمن 5 ثواني. والمنتخب التونسي سيحاول افتكاك هذه الكرة بسرعة كبيرة ولكن منقوص عدديا من لاعبين المنتخب التونسي. يبدو الأمر صعب لكن كل شيء ممكن في الرياضة. والمنتخب الفرنسي يحافظ على هذه الكرة ويكسب هنا مباراة المركز الثالث بنتيجة 26-25 أمام المنتخب التونسي، وبالتالي تونس في المركز الرابع، فرنسا في المركز الثالث. فرحة فرنسية كبيرة هنا في سالة 7 نوفمبر برادس. يبقى أن نعرف من سيكون الأول، من سيكون الثاني، من سيكون الأول ومن سيكون الثاني بين كرواتيا وإسبانيا.